مساء الخير لكل مشاهدي الاو تي في ومشاهدي هالستوك بلبنان وبكل انحاء العالم. بهالحلقه من هالستوك رح نتناول موضوع المراكز التعليميه بلبنان، وايضا رح نتناول اهميه هالمراكز بتوفير بيئه تعليميه وتنميه المهارات الفرديه. بمناسبه شهر الميلاد المجيد طبعا ان شاء الله الفرح والسلام بيملئ قلوبكم، وطبعا هالعيد يلي مننطره من سنة لسنة بيحملكن بطياته الرجاء، الفرح، الإيمان والسلام بولادة الطفل يسوع. طبعا بذكركم مشاهدينا أنه فيكن تكونوا عم تتواصلوا معنا عبر الاتصال بهالستوك طبعا عبر شاشة الأو تي في، والرقم رح يظهر على الشاشة. ودايما من هالستوك وعبر شاشة الأو تي في في هدايا قيمة جدا بانتظاركن. مشاهدينا، بتعتبر المراكز التعليمية بلبنان من ركائز النهضة والتقدم وتطوير المجتمع المستقبلي بفضل التركيز على جودة التعليم وتبني أساليب تدريس حديثة. والجدير بالذكر أنها بتلعب دور حيوي ببناء جيل مؤهل ومستعد لمواكبة التحديات الحديثة. تنتعرف أكثر عن هالموضوع من كل جوانبه، طبعاً بيصيرني استقبل بالاستوديو كاتيا مطر إصفان، رئيسة قسم بإحدى المدارس المعروفة جداً بلبنان. رحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يعني طبعاً الموضوع شيق جداً. أكيد قبل ما نبلش بهيدا الموضوع كاتيا، مثل ما ذكرنا نحن بشهر الميلاد المجيد، هالشهر المبارك على الجميع. قد ايه حلو هيدا الشهر، لانه كله نعم وفرح وسلام وايمان مثل ما دائما بنقول. دائما بدنا نتشكر كل الاشخاص والمؤسسات يلي شاركوا بهيدا البرنامج عبر شاشه الاو تي في، لانه في كثير ناس حبوا يقدموا هدايا طبعا للمشاهدين. انا وياكي والمشاهدين رح نشوف هالفيديو سوا. يعني من بعد ما كنا شفنا هالفيديو طبعا، شكر كتير كبير لكل الأشخاص يلي شاركوا بهالشهر المبارك، هالشهر المجيد. إن شاء الله بينعاد على الجميع وعليك طبعا كاتيا. إن شاء الله ينعاد على الكل ويكون أيام حلوة للكل. أمين يا أيام رب. الجايين
آمين. كاتيا، طبعا المراكز التعليمية بلبنان عم تلعب دور كتير كبير ودور حيوي بالمجتمع لتطوير المهارات الأكاديمية والاجتماعية للفرد، وطبعا هالمراكز تحظى بأهمية كتير كبيرة لأنه عم بيصير فيها تقدم بالتعليم، وخاصة للأطفال أو للأولاد اللي كمان يمكن ما بيقدروا يدرسوا بالبيت لحالهم. اليوم إذا بدنا نسأل بالبداية، كيف بتساعد عادة هالمراكز الأجيال اللي عاشت فترة كورونا؟ ومنعرف نحن كتير منيح قد ايه بفترة كورونا كل الأولاد يلي كانوا كتير شاطرين تراجعوا بفترة كورونا، لأنه دايما العلم أونلاين كتير بطأ من إذا بدنا نقول نشاط التلميذ وهيك همته لحتى يكون كتير شاطر بالمدرسة. عادة هالمراكز كيف تركز على هول الأجيال خاصة يلي عاشت فترة كورونا، هالفترة يلي عاشوها طويلة بالبيت، وأكيد هالفترة إن شاء الله تنذكر ما بتنعاد. نحن بالمراكز عم نستقبل الطلاب مثل ما عم بتقولي، وإجمالا عم بيكون عندهم كتير ضعف بكتير مواد. دور المركز هون إنه يقوي هالمناطق اللي هن ضعيفين ضعف فيها. أوكي، وبهيدا المجال نحن عنا كتير مساحات واسعة نقدر نشتغل معهم. بالأول نحن بس ناخد التلميذ منفتش وين الضعف، ومنرجع منفكر شو الطريقة أو شو لازم نعمل لهالتلميذ يرجع يطور مهاراته ويلتحق بالصف اللي هو موجود فيه. بهالأيام هاي التلميذ اللي عم تجي لعنا، خاصة الصغار اللي هن بعدهم بالابتدائي، عم بيكون عندهم مشكلة القراية أو الكتيبة الصحيحة، الجمل المركبة بشكل صحيح، لأنه من وراء كورونا وقعدتهم بالبيت لفترة طويلة ما كانت هينه سنتين يقعدوا بالبيت، واونلاين الكلاسز الصغار ما قدروا كتير يستوعبوا الاشياء من خلال الشاشه. وما كان في بتعرفي في شغل عملي بالصف، هيدا الشيء كان مفقود عندهم للطلاب. وكمان الاهل كانوا كتير تحت ضغط اقتصادي ونفسي، ما كانوا كتير قادرين يساعدوا هالطلاب. مشان هيك عم نلاقي بالمراكز العدد عم يزيد الطلاب طبعا، لان بحاجه كثير لنساعدهم يرجعوا يكتسبوا المهارات اللي راحت عليهم، ويرجعوا يتقدموا ويرجعوا يحسنوا من طريقه شغلهم بالصف ونتيجتهم وادائهم. وعلاماتهم ترجع تطلع ويرجعوا ترجع الثقه لنفسهم يرجعوا يكتسبوها. هذا شيء كثير صعب انك تعمليه بفتره قصيره، بس بخلال السنتين اللي قطعوا ورجعتهم على المدارس سهلت هيدا الشيء. رجعوا التلاميذ بنظام المدرسه، تأقلموا اكثر، رجعوا فاتوا بالجو، رجعوا صار في ديسيبلين بمحل معين، والمراكز كانت شغلتها تنمي هيدا الشيء. حلو، يعني وجود المراكز كتير مهمة بلبنان لأنه صارت متقدمة جدا، وطبعا عم تشتغل على سلوك التلميذ لحتى يكون مثل ما حضرتك ذكرت، يكون عنده ديسيبلين، وبالتالي يكون انتاجه بالمدرسة من جميع النواحي طبعا يكون مزدهر جدا. كاتيا، قبل ما كفي معك طبعا معنا اتصال، بقول مساء الخير. مساهر، مين معنا؟ اهلا وسهلا رين. رين، بدنا نسالك سؤال. ميرسي، وعليك شكرا لك، والسلام للبنان يا رب. امين يا رب، ينعاد عليك. بدنا نسالك سؤال صغير رين، بدنا نسالك شو هو المعدل الطبيعي لنبضات القلب للشخص السليم؟ هل هي بين ال 40 وال 50؟ هل هي بين ال 90 وال 100؟ او بين ال 60 وال 70؟ سوري، بتعديل السؤال رح ارجع عيده. شو المعدل الطبيعي لنبضات القلب للشخص السليم؟ يعني كل شخص بدق قلبه قد ايه لازم يكون عدد دقات القلب الصحيحه؟ هل هي بين ال 40 وال 50؟ هل هي بين ال 90 وال 100؟ او بين ال 60 وال 70؟ 90 وال 100؟ فكري شوي رن. 90 و 100 بيكون كثير معصب. لكان الاول
ما رح نزعلك معنا اكيد ران، لانه اليوم هالستوك دائما عنده جواز وبحب يربحك. طبعا بنقلك مبروك، ربحتي من عند ايجل اي وير، مبروك وينعاد عليكي. ميرسي وعليك. اهلا وسهلا فيكي. رجعنا كاتيا معكي. طبعا من بعد ما ذكرنا قد ايه المراكز كثير مهمه، اليوم هل المركز التعليمي لازم يكون عنده قسم لتوجيه الطلاب لحتى بس بدهم يفوتوا على الجامعه يكونوا موجهين؟ طبعا نحن بنعرف كل المدارس واكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره على التوجيه يلي بيقدموه للطلاب بس يصيروا بالصفوف الاخيره من سنتهم الدراسيه، بيوجهون شو لازم يعملوا، بيصير في مثل إذا بدنا نقول كل الجامعات تجتمع وبيتوجه التلميذ، هل أنتم بهالمراكز في قسم معين بتوجهوا التلميذ من هو وصغير أو صحيح. بصفوف الكومبليمنتير حتى يبلش يفكر شو ممكن يعمل؟ نحن بنبلش التوجيه لما بيصير بصفوف الكومبليمنتير والسكوندير. هون نحن لأنه بنشتغل مع الطالب عن قرب بنصير بنعرف وين النقاط القوة تبعه، وين نقاط الضعف، بنصير نشجع على نقاط القوة ونوجهه بأي اختصاص ممكن هو ينجح ويكون بالمجتمع إنسان مجتهد وناجح بعمله. لأنه لما بتشتغلي معه تنقول إذا هو بالمات كتير شاطر وبالهيومانيتيز منه، هون نحن بنصير بنشد على المات وبنصير نوجهه صوب مثلا الهندسة. هون دور السنتر بيلعب كتير دور، إنه تحكي مع الطالب، توجهيه، تفهميه، اوقات حتى تحضريه صفوف، لانه هلا نحن بالميديا اللي عندنا والديفايسز اللي عندنا صار كثير هين، نقدر نحط صف للتلميذ ونرجيه شو هو صف الانجينيرنج، تنقول على شو مرتكز، على الماث، على الفيزكس. سو هون الطالب بيصير الفكره تفوت براسه، واكيد شغله السنتر وتوجيه الطالب كثير مهمه، لانه الطالب لازم يعرف هو وين رايح. نعم. ليعرف اول شيء اي حابب يعمل بيولوجي، حابب يعني هو بده يعرف ينقي. نعم. وهيدا الشيء بس ينقي بيبقى فتح لحاله المجال لقدام بالجامعه، ينقي الاختصاص المضبوط، يفوت على جامعته مرتاح وما يبدل الميجرز هو وبقلب الجامعه. نعم. ويضيع عليه سنين، بصير يخسر سنين. هيدا كثير مهم. نعم. لكل طالب. نعم، هيدا كثير مهم لانه بيصير يشوف الرؤيه افضل لمستقبله. طبعا لانه اليوم وقت توجهه الطالب شو ممكن يتخصص طبعا من بعد المدرسه، هيدا الشيء عم بيشق طريقه للمستقبل. وبالمراكز عاده قد ايه حلو هيدا القسم، لانه يمكن قبل ما كان موجود، قد ايه حلو انه توجهه الطالب على هيدا الموضوع. سؤال كاتيا دغري بحب اسالك اياه، عاده كل المراكز يمكن ما بيدرسوا الدلف او التوفل او السات، طبعا لان نحن بنعرف كمان عده جامعات بلبنان اذا ما عندك التوفل او السات او غيرهم من طبعا يعني الفحوصات المطلوبه للانترنس اكزام، نعم، ما بيقدروا يفوتوا على الجامعه. صح. هل لازم كل شخص بالمراكز طبعا التعليميه يبلشوا يتعلموا من هن بالصفوف الصغيره، يعني ممكن بالكومبليمنتير او بالسكوندير انتم بس تاخذوا هالاشخاص بتبلشوا تعلمون؟ لانه طبعا يمكن في كثير من التلاميذ بس يوصلوا لمرحله دخول الجامعه اذا بدهم يتعلموا السات او التوفل ساعتها بيلاقوها كثير صعبه لهم ليقدروا يدخلوا لجامعات معينه طبعا هي بتطلب هالفحوصات. أنا عادة كتير بركز وأنصح التلاميذ أنه بصف العاشر والحداش يبلشوا يحضروا المهارات المطلوبة، إن كان للأس اي تي ولا للآيلت ولا للدلف ولا للتوفل. نعم. لأنه هيدا الباسبور تبعهم للجامعة، لأنه كل ما كان السكور تبعهم كل عالي كل ما قدروا نقوا الاختصاص اللي بدهم اياه وحصلوا على القبول من الجامعة اللي هن طالبين يدخلوها. نعم. وبتعرفي في جامعات عنا بلبنان كتير مهمة
وهالجمعات المهمة ما فيك تستهوني بالسكور أو تقدمي لهم حيالة سكور وتقولي طبعاً. أنا فيني فوت. مشان هيك لازم على فترة سنة أو سنتين يحضر هالمهارات المطلوبة ويتمكن منها ويفوت على الفحص بكل ثقة، يعمل فحصه أول مرة وتاني مرة حتى يجيب العلامات المطلوبة ويحصل على الاختصاص اللي هو طالبه. لأنه ما حلو أبداً الطالب يوصل لمرحلة أول سنة جامعة وعنده خيبة أمل أنه هو كان حابب يعمل هيدا الشيء بس هو ما قدر طبعاً. لأنه ما قدر جاب النتيجة المطلوبة من الجامعة اللي طالبتها مشان يدخلوه بهيدا الاختصاص طبعاً. أو بهالديبارتمنت. وبيصير في ديسبشن لل كثير ديسبشن قوية طبعاً. عند الطلاب لأنه بيكون بيصير في خيبة أمل عند الطالب نعم. وشايفين الدنيا كثير حلوة وأنه هن بده يفوتوا على أقوى جامعة ويطلعوا شيء مهم بالمجتمع، سو هيدي خيبة الأمل بأول الطريق منا حلوة للطالب أبداً. نعم. أنا بشجع بصف العاشر والأحداش يبلشوا تحضير. يبلشوا تحضير. ما ينطروا. نعم. كمان كاتيا معنا اتصال رح ناخده أنا وياك سوا. مساء الخير. ألو. ألو بونسوار. بونسوار. ينعاد عليكي مين معنا؟ وعليكي. مع كلاديس بومنطور. أهلا وسهلا فيكي مدام كلاديس. بدي اسألك اعملي معروف. اهلا وسهلا فيكي. رح نسألك سؤال هين كتير، شو هو العضو يلي بيفرز هرمون الانسولين؟ هل هو البنكرياس او الكبد؟ سؤال هين. شو هو العضو يلي بيفرز هرمون الانسولين؟ الانسولين يلي هو مسؤول عن السكري، هل هو البنكرياس او الكبد؟ أول واحد بانكرياس. برافو، مبروك، ربحتي معنا. وأنتي بيخذ الكادو. ربحتي معنا من عند غندور اير كونديشنر. طبعا فيك ترجعي تتصلي وهن بيقولوا لي كل التفاصيل. أهلا وسهلا فيك. أنا عايزة براد لأن هناك جربت اتصل وبيسأل. نعم. أهلا وسهلا فينا ناخذ. أهلا وسهلا فيك كاتيا، رجعنا لك. طبعا من بعد ما كنا عم نحكي عن هالفحوصات اللي كتير مهمة انه كل تلميذ يكون عم بيحضر للدلف او السات او غيرهم. طبعا اليوم انت كشخص اكسبير بهيدا الموضوع، كيف بتحس انه هالمراكز التعليمية ممكن تكون عم ترسم مستقبل افضل لكل الطلاب؟ المراكز التعليمية اول شيء في اساتذة مختصة، لما بيجي الطالب من المدرسة منه فهمان موضوع معين أو هدف معين، شغلة المركز إنه هو يرجع يفسر هالأشياء اللي هو ما فهمها. وأوقات الضعف اللي بيكون عنده من السنين اللي قبل، المركز لأنه عنده مساحة وقت أكتر من مدرسة ومنه ملتزم ببلان معينة، فيه ياخد هالمساحة ويرجع بصفوف لورا يحضر التلميذ الباز ويرجع يوصله للمطرح المطلوب، المستوى المطلوب هو يكون فيه. نعم. هون المركز عنده كتير دور مهم انه الطالب يكتسب المهارات بشكل صحيح وبالمدرسة يقدر يلحق مستوى صفه. اهم شيء يكون بمستوى صفه التلميذ. نعم. وهي شغلة السانتر تقدر تحضره، خاصة اذا كان عنا أستاذ مختصة لكل مادة. كل ما كان الأستاذ مختص وكل ما الأستاذ كان عنده خبرة بيقدر يساعد الطالب أكيد بطريقة أهون وبيختصر له المواضيع، أو إذا عنده ثيم معين الأستاذ المختص بيقدر ينور الطالب وياخد عدة جوانب لهالثيم ويحضره بطريقة أفضل للفحص. نعم. كاتيا، شو بتقولي للأشخاص اللي يمكن بيندموا كأهالي لأنه في منهم بيحسوا بالذنب أنه عم بيحطوا أولادهم بمراكز تعليمية؟ اليوم هيدي الحلقة طبعا لحتى نوعي كل الأشخاص، يمكن في كتير أمات طبعا وبيات بيشتغلوا ما عندهم وقت طبعا بيجوا مأخرين على البيت، قدي هالمراكز عم بتسهل الحياة لإلهم وبالتالي للتلميذ لأنه عم بيحس حاله أنه منضبط. قدي يعني بتقولي للمشاهدين أنه ما لازم يعتلوا هم إذا حطوا ابنهم أو بنتهم بالمراكز التعليمية لأنه هيدا الشيء رح يكون لصالحهم طبعا وبالتالي رح يلاقوا نتائج مذهلة بالنسبة للولاد؟ أنا بلاقي بالوضع الاقتصادي الأم والبي صار ضروري أنه يشتغلوا
وهون الام ما بقى قدرت تأدي واجبها مزبوط بالبيت مع الولاد. الام هون بتحس انه هي ما عم تعطي وقت كافي للولاد، وانت بتعرفي الولاد اذا ما تتابعوا يوم ورا يوم ما بيوصلوا للنتيجة المطلوبة ويكملوا حياتهم الدراسية بشكل صحيح. مشان هيك هالمراكز سهلت الأمور على الأهل. أنا لما ببعت ابني على مركز مش لأنه ضعيف، مش لأنه مش قادر يدرس لحاله، لا، لما أنا ببعته على المركز أنا عم بجرب حضره بطريقة أفضل، عم بجرب نميله معلوماته أكتر، عم بجرب حطه على الطريق الصحيح، عم بجرب أرجيه أنه العلم هو شيء كتير أساسي بحياتنا. وأنت بتعرف اللبناني عنده العلم أهم شيء بحياته، يمكن ما يأكل وما يشرب بس مش ما يعلم أولاده. مشان هيك المراكز هونت على الأم والبي اللي هن بشغلهم وعندهم ضغوط الحياة من أنه يرجعوا بساعات متأخرة ويرجعوا يعملوا كنترول على أولادهم. بينما لما بيروح على السنتر محترم وهالسنتر عم بيعطي كل وقته وكل الجهد المطلوب لهالطالب يقدر يتخطى المراحل بشكل صحيح، هون الأهل بيطمنوا وبيكونوا كتير الأهل مبسوطين إنه نتائج أولادهم عم بتكون منيحة، أدائهم عم بيكون منيح، تصرفاتهم عم بتكون منيح. وأنا لقلي أهم شيء بالمراكز إنه عم بتعلم الولد يقعد ساعتين أو ثلاثة يدرس. هيدا الوقت اللي عم يقعده أنت عم تخلقي له هابت إنه يقعد ساعات يدرس، مش يقعد على الإنترنت والتليفون والآيباد والتابلت وهالأشياء اللي هي عم بتزيح عم بتزيح الاتنشن تبعه عن اللي هو مهم، القراية، الدرس، نمو العقل، تطوير الأفكار، على تطوير الثقافة كمان، وتطوير الثقافة. ما كل ما طورنا له ثقافته كل ما نحن طلعناه على مجتمع عنده ثقة بحاله أكتر والكفاءة أكتر. هيدا شيء كتير مهم لكل طالب، كتير مهم أكيد. كاتيا كمان رح نتوقف مع اتصال. مساء الخير. ألو بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ نعم، شربل. شربل، أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. ماشي عليك شربل. بدنا نسألك سؤال هيك صغير وسهل كمان. عادة قد ايه ضغط الدم الطبيعي؟ هل هو 14 على 8، 8 على 5 او 12 على 8؟ 12 على 8. برافو شربل، انا بقول لك مبروك اكيد من هيلستوك، كمان ربحت هدية قيمة من بروفون اند مور، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا وسهلا. كاتيا رجعنا معك. كمان يمكن كتار من الأهالي ما عندهم وسيلة نقل أنه ينقلوا أولادهم، لأنه طبعا يمكن الأوتوكار بيوصلهم على مطرح معين، وبالتالي من بعد ما يجوا من المدرسة بدو يروحوا على السنتر. قدي وسائل النقل كمان بالنسبة للطلاب كمان بتسهل الموضوع لألكن وللأهل، هل موجودة ومتوفرة بكل المراكز؟ صح، المركز لازم يكون عنده وسيلة نقل، لأنه أكيد الأم عم تشتغل ساعات مأخرة، ما فيها تترك شغلة لتروح تجيب ابنها من المدرسة وتطلعه على المركز. هون بالتالي عم نسهل العملية، عم نقول أنه الأوتوكار يطلع الطالب من مدرسته للمركز، وبالمركز أول ما بيوصل نحن بالمركز أكيد بده يكون في وسائل تسلية بالأول، بدنا نعطيه شوية وقت هو يتنفس يلعب، يكون في ملاعب، يكون في ترامبولين، يكون في أشياء الولد يفرغ طاقته فيها، وبعد شي نص ساعة أو ساعة من ما يكون أكل ولعب ساعتها هون منفوتهم على الدرس ومنبلش ساعات الدراسة معهم والتحضير الأجندة والتحضير لتاني نهار شو عندهم فروضة وامتحانات. بس يخلص الدرس كمان الأهل عندهم أوقات صعوبة يوصلوا ويقضوا أولادهم، كمان عم نأمن الرجعة للبيوت، وهيك الأهل عم بيكونوا مرتاحين أكتر إنه ابنهم عم بيوصل على البيت بوقت معين خالص كل واجباته، هو جاهز إنه يقعد مع أهله، يتحدث مع أهله، يخبرهم شو صار معه بالنهار ويحضر حاله لتاني نهار. هيدا الشيء عم بيسهل الأمور للكل، لإلنا ولإلهم طبعاً.
كاتيا اكيد هلا رح نريحك هيك بالقسم الاول، ولكن معنا اتصال، بنروح لبريك وبنرجع لك. بقول مساء الخير. ايه مساء النور. بونسوار، مين معنا؟ بونسوار، معك عباس مهنا. اهلا وسهلا عباس، ينعاد عليك. وعليكم يا رب. عباس، ما نسالك سؤال كثير سهل بسيط. اوكي، شو هو الفيتامين العاده اللي بياخده الجسم من اشعه الشمس؟ هل هو الفيتامين سي، الفيتامين او، ولا الفيتامين دي؟ فيتامين د. برافو، مبروك. وانا بدي اقول لك كمان ينعاد عليك، ربحت كمان جائزه قيمه من ليد هاوس. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نتوقف مع اول بريك، انطرونا ما تروحوا لبعيد، راجعين. رجعنا معكم المشاهدين بهالحلقة المميزة طبعا اللي فيها روح الميلاد، روح السلام والإيمان والفرح والرجاء أنه دايما بكرة أفضل. رجعنا لك كاتيا بهالحلقة المميزة بحضورك طبعا، وهالحلقة هيك مبسوطين كمان المشاهدين قدي بيحبوا هالبروغرام وطبعا بيحبوا يشاركوا فيه. كاتيا، اليوم كمان بدنا نسأل سؤال يمكن كتار من الناس بيقولوا انه انا حابة افتح مركز تعليمي. طيب كيف بدها تفتح مركز تعليمي؟ شو هن الشروط لحتى تنفتح هالمركز، ينفتح هالمركز؟ وبالتالي شو القواعد السليمة لافتتاح مركز او يكون هالمركز سليم، وتقدر العائلة طبعا تأمن انه هيدا المركز سليم تقدر تبعت ولاد عليه؟ اول شيء المركز لازم يكون فيه غرف منعزله، يعني ما يطلع الاصوات لما نحن بنوقف بنعلم لتاني صف او ثالث صف. هيدا اول شيء لازم نشتغل عليه. ثاني شيء في صفوف لازم يكون فيها اوفر هيد بروجيكتورز حتى نحط كل شيء لازم الطالب يشوفه، لانه انت بتعرفي الطلاب هن اربع انواع. عندنا الاوديتوري اللي هو بيعتمد على سمعه، والفيجوال هو بيعوز يشوف الاشياء، وعندك الكينستاتيك اذا ما طبق الاشياء بايديه الثيوريز ما بيقدر يكتسبها، وعندك الطالب اللي هو بنقول له ريدنج اند رايتنج، اذا ما كتب وما قرا هو ما بيقدر يكتسبها للمعلومه. سو لنقدر نعمل هالاربع اشياء باربع جوانب، نفسر الدرس باربع جوانب، نحن بدنا معدات، يا اوفر هيد بروجيكتورز، يا فيديوز، يا كمبيوترز، يا شوف كمان بالصور. كاتيا بالصور نحن واذا بتلاحظي صفوف صغيره منا كبيره، للطالب كمان ياخذ حقه، لانه كل طالب هو بحاجه نشتغل معه عن قرب ونفسر له كل المطلوب ليقدر يكتسب المعلومه اللي هو طالبها، ليقدر ناهله يروح على فحصه ويقدر يحلل ويطبق وينجح ويجيب علامه. اللي هي بالاخير بالنسبه للاهل المقياس، انه انا ابني عم بيستفيد او ما عم بيستفيد. صحيح. لانه بالنسبه للاهل هي اخر شيء ريبورت كارد اللي بهمهم. وهون كل هدفنا انه الطالب يكتسب المهارات، الطالب يقدر يحلل ويربط المعلومات بالمستندات اللي رح يشوفها بالصف او بالامتحانات. وننمي له الفكر وننمي له الخيال ليقدر يستوعب، واخر شيء نقدر نحسن له طريقه كتيبته، لانه اوقات بيكون عندهم الافكار بس ما بيكتبوها بجمل صحيحه، وهون بيخسر الطالب كثير جزء من علامته، لانه الخط بيكون منه مفهوم. اكزاكتلي. سو هو كلهم بنشتغل عليهم بالوقت اللي هو عنا لنقدر نوصل للهدف اللي هو تطوير عقل هالطالب. نعم. طب كاتيا، شفنا بالصور طبعا انه الغرف صغيره، كم تلميذ تستقبله بكل غرفه؟ نحن الماكسيموم بنحط خمس طلاب، واذا الجروب ضعيف شوي بنحط ثلاثه. لانه كل ما كان الجروب ضعيف بالمهارات او بالمطلوب نحن نعلمه اياه، منقلل لحتى الاستاذ يقدر يشتغل معهم، يكون عنده مساحه اكثر، عن مساحة يقدر يقدر ينقل من تلميذ لتلميذ ويعطيه المطلوب وما يحسسه انه هو متروك
او بحاجه لشيء ونحن مش عم نقدر نعطيه لانه ما عندنا الوقت. سو نحن قلت لك عندنا مساحه وقت كثير هين نقدر ندير الصف بالطريقه اللي هي مناسبه لهالطلاب. كل همنا نوصل المعلومه بالطريقه المناسبه لهالطالب. ليكتسب كل المهارات اللي هو بحاجة لها طبعا لحتى يتطور بالمدرسة وبالتالي يتطور بالمجتمع، لأنه ريحته كتير مهمة بالسنتر، ريحة التلميذ بيصير بيعطي. نعم كاتيا، رح نروح كمان مع اتصال. بقول مساء الخير. مسوار أهلا وسهلا، مين معي؟ أمال هاني. أهلا وسهلا أمال، شو هالبروجرام اللي حلو؟ أنا جاردينيير. شكرا. وقفت كثير بروجرامكم حلو، كان في كثير تلاميذ هيك يبقوا ضعاف. يعني قلوا للاهل انه بده مثلا رعايه خاصه. كثير بروجرامكم حلو، اسلام وتمكن. شكرا لك امال، بينعاد عليكي كمان. وعليكم كرايد وانتم بالف الف خير. امين يا رب. بدي اسالك سؤال امال، شو هو سبب الاصابه بمرض السكري؟ هل هو نقص بكميه الانسولين او نقص بكميه الحديد؟ لا بالانسولين اكيد طبعا، كل البنكرياس مضروب ما في عنده الانسولين. عندك معلومات مهمه. لازم في، انا سمعت بدهم يزرعوا البنكرياس بس ما نجح. يلا ان شاء الله خير. طبعا. اكيد الطب دائما بتطور وتقدم. اكيد من لك مبروك امال، ربحتي من عند سمايل سيتي سنتر هديه قيمه. شكرا لاتصالك وينعاد عليكي. ميرسي بوكو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال بعد ما جهز الاتصال. نعم كاتيا، كمان في شغله كثير مهمه بدي اسالك عنها. اليوم ذكرتي شغله كثير مهمه، انه وقت كورونا طبعا كل الطلاب كانوا بالبيوت، وهيدا الشيء كان كثير صعب على الاهالي وعلى الطالب انه يستوعب انه هو عم ياخذ الدرس عبر شاشه. يعني كمان تنحكي الامور هيك، كان يلتهي يلعب طبعا. قد ايه بدها تكون المعلمه انه تكون قادره تضبط هالصف اللي هو 30 تلميذ على الشاشه. هيدي الفتره كانت كثير صعبه على الطلاب، ولكن نحن بنعرف انه بالدول برا بدول اوروبا هن عندهم عاده الكور اونلاين وبياخذوا سيسيونات اونلاين وكل الامور ظابطه عندهم. نحن هون عندنا بلبنان طبعا كانت فتره صعبه. قد ايه بتحسي من بعد فتره كورونا هالمراكز اخذت حصه كثير كبيره بالمجتمع اللبناني وصاروا يدووا عليها اكثر، لانه صار في ضعف كثير كبير من وراء هيدي الفتره، وبالتالي الاهل اضطروا انه يفوتوا اولادهم ويحطوهم بمراكز تعليميه مختصه لهيدا الموضوع؟ مزبوط. لما التلميذ خسر سنتين من عمره او ثلاثه، بدك تحس بثلاث سنين نحن خسرنا. نحن كثير تراجعنا بالتعليم وبالكوريكولمز اللي عنا. لهالتلميذ لما خسر ثلاث سنين من عمره، وخاصه الاولاد الصغيره اللي ما تاسست، ما اخذت الحرف، ما اكتسبت الحرف، ما اكتسبت القرايه، ما اكتسبت دمج الاحرف، هيدي وصلت هلا بصف ثاني وثالث ورابع، ما عم تقدر تقرا مزبوط وما عم تقدر تكتب مزبوط. بالتالي الاهل صار عندهم قلق انه انا ابني صار بيجوا لعندي صار بصف الثالث وما عم بيقدر يقرا. ليه؟ لانه ما اكتسب الحرف بعمر الصغير بالوقت اللي هو كان لازم يكتسب صوت الاحرف وكيف يعمل البلندنج تبع الاحرف ليقدر يقرا. هون المركز شو بيعمل؟ بصير بيعطيه شو في عنده على اجندته وبيخصص وقت للقرايه. بنصير نساعدهم للقرايه، لانه التلميذ اذا ما قرا ما كتب ما قدر حل امتحان، لانه ما بيقدر يقرا امتحانه ولا بيقدر يفهم امتحانه. كثير تلاميذ ما بيفهموا، خاصه اذا كانوا ضعاف بالعربي ما بيفهموا الاسئله، وطبعا مزبوط. اذا ما فهموا الاسئله ما بيقدروا يجاوبوا على المسابقه طبعا. صح. وبيخسروا علامات. صح. ومش بس بيخسروا علامات، ما عم بيعود عندهم اهتمام بالماده، لانه بس قليله صار وقت تنقول العربي وهو عنده كثير ضعف بالعربي، خلص بيستسلم قبل ما نبلش الدرس. بقى هون نحن بنشجع، ولما نبلش نعلمه يقرا ويكتب بطريقه صحيحه هو بيصير يتشجع
يسمع ويدرس أكثر بالصف ويتابع، لأنه صار عم بيفهم شو نحن عم نعمل بالصفوف. هيدا الشيء بعد الدور لما نحن منقوي له إياه ببلش يندمج مع صفه ويقدر يفهم على المعلمة، نحن بنكون عملنا إنجاز كتير كبير كمركز. بالنسبة للطالب، وأكيد عملنا تغير بحياته. كاتيا كمان رح نتوقف مع اتصال. مساء الخير. مساء الخير. بونسوار، مين معنا؟ عماد الجوهري. أهلا وسهلا عماد، ينعاد عليك. وعليكم بالصحة والعافية، ينعاد على الجميع. شكرا وعليكم. شكرا لك عماد. رح نسألك سؤال كتير بسيط، بيقول السؤال: شو هو اسم المرض الناتج عن قلة الأنسولين بالجسم؟ هل هو مرض الضغط أو مرض السكر؟ السكري. مبروك، أكيد ربحت معنا. طبعا ربحت معنا هدية قيمة من غندور اير كونديشنر. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. ينعاد عليكم. التواصل مع مين بيكون؟ مع الفريق الاو تي في طبعا، هن بيعطوك كل التعليمات. اوكي ثانك يو. أهلا وسهلا فيك. رجعنا كاتيا بهالحلقة الحلوة جدا معك، يعني وجهك حلو دايما. كاتيا اليوم كمان الأهالي طبعا يلي بيحطوا أولادهم بالمراكز التعليمية دايما عندهم قلق، دايما عندهم خوف، شو هالمركز؟ هل رح يقدم لنا كل الخدمات اللي نحن بدنا اياها لحتى يتطور الطفل او الطالب طبعا، لحتى يكون عنده مهارات ذاتيه ومهارات قويه طبعا بالمجتمع لتخليه مرتاح؟ شو بتقولوا للاهالي اللي بيعتلوا هم انه يحطوا اولادهم بالمراكز؟ خاصه في كثير اهالي بتسمعوا، يمكن مش نق اذا بدنا نقول، ولكن تسمعوا انه تنتبهوا تخافوا، لان طبعا الاهل دائما همهم الوحيد هن اولادهم. شو بتقولي لهم لهالاهالي؟ نحن بالمركز اول شيء اكيد السيفتي هي شيء كثير مهم لنا، لانه نحن كمان ما بنحب اي ولد يتاذى او يتعرض لاي شيء. سو كثير بننتبه انه الام اللي بتفوت لعنا والقانه، اول شيء بنجيها على السنتر، بنقول لها فوت احضري مع ابنك اذا بتحبي اول مره تقعدي وتشوفي كيف سير العمل بيكون بقلب السنتر، مين المعلمات، شو نوعية المعلمات والأساتذة الموجودين، كيف نحن منحاوطهم. في عنا ناس بتهتم بالولاد، بتهتم حتى بأكلهم، بنظافتهم، بدرسهم، بترتيب شنطتهم قبل ما يفلوا. كل أي تفاصيل صغيرة كتير منهتم فيها، حتى الأهل بس يفوتوا يكون عندهم فكرة كتير منيحة عن المركز اللي هن جايين يحطوا ولادهم، اللي هن أهم شيء عندهم بالحياة بإيدينا. نعم، هيدي شغلة كتير مهمة طبعا. كاتيا اليوم كمان بتستقبلوا كتير ولاد وكتير طلاب يمكن عندهم مشكلة نطق، أو صح. يمكن بتلاحظوا يمكن المدرسة ببعض المطارح على كمية التلاميذ ما لاحظت شيء عيب معين بالنطق، هل عندكم حدا مختص بالنطق لحتى يشوف هالطالب إذا عم بينطق مظبوط الأحرف؟ طبعا لأنه مخارج الحروف كتير مهمة للطالب، هل عندكم هيدا شيء بالسنتر؟ وهل لازم إنه يكون موجود بكل سنتر يكون في عنا حدا مختص لنقدر نعرف إذا هيدا الطفل عنده مشاكل بالنطق إيه أو لا؟ وجود الأورتوفونيست أو البسيكوموتريسيان بالسنتر أهم شيء، لأنه أوقات نحن منكون عم نعلم طالب منصير منلاحظ عنده ضعف معين نحن كمعلمين ما بنقدر نتخطيها. هون منطلب من الأورتوفونيست يجي يعمل الأوبزرفيشن تبعه. بس يعمل الأوبزرفيشن تبعه هو في إلنا إذا هل طالب هو بحاجة لمساعدة أما ما إنه بحاجة لمساعدة. في عندك تلاميذ بتجي قد ما اشتغلتي معه ما بتقرأ، بعدين منكتشف إنه هالطالب عنده كيس اسمه ديسلكسيا. والديسلكسيا أكيد بدأ الطالب يواصل مع الأورتوفونيست ومع البسيكوموتريسيان إنه ياخد سيشنز لحتى يتغلب على هالحاجز اللي عنده إيه، اللي هو يقدر يقرأ أو يميز الأحرف، وخاصة بالعربي الأحرف اللي عندها النقط والشدات
هون عم بيكون كتير صعب على الطلاب. نعم. المركز بيقدر يقفر هيدا الشيء بكتير سهولة طبعاً. لأنه أنت عم تشتغلي مع طالب أو طالبين أو ثلاثة مباشرة، وعم بيكون العدد كتير بتقفري. نعم. إذا الطالب بحاجة لمساعدة من مساعد مختص أما لا. نعم. وجودهم كتير مهم، لأنه عندك كمان تلميذ الهايبر أكتف. هول تلميذ الهايبر أكتف كمان احنا بالمراكز نقدر نعطيهم مساحة يدرس شوي، يلعب شوي، يرجع يجي يدرس شوي، نعمل له بلان سوتبل للهايبر أكتيفيتي تبعه. نعم. وعندهم ناس قلة التركيز، قلة التركيز كمان ما في يدرس لوقت طويل أو يكتسب المهارات المطلوبة طبعا بشكل يومي، بدهم عناية خاصة. هول بدهم عناية خاصة. نعم. ومثل ما قلت لك سبق وقلت لك إنه لأن نحن عم نشتغل مع جروب صغير هذا الشيء كتير ببين معنا بوضوح. وهون بنطلب إنه المختصين يتدخلوا طبعا، وإذا موجودين بالسنتر بهون على الأهل بهون علينا كمان. نعم. كاتيا رح نتوقف كمان مع اتصال، بقول مساء الخير. يسعد مساكي. مسوار، اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك ميلاد عاد. اهلا وسهلا ميلاد، ينعاد عليك. ينعاد عليك. ميرسي وعليك. ميلاد رح نسالك سؤال هيك بسيط. شو هو المعدل الطبيعي لنبضات القلب للشخص السليم؟ هل هو بين ال 40 وال 50؟ 90 100 ولا 60 و70؟ بين ال 60 وال70. برافو ميلاد، أكيد ربحت معنا طبعا، ربحت هدية قيمة من سمايل سيتي سنتر، مبروك وينعاد عليك. ميرسي كثير، يعطيكم ألف وسهلا. أهلا وسهلا. ميرسي. كاتيا كنت عم تقولي شغلة كثير مهمة، إنه الأشخاص اللي عندهم كا قديه مهم الأورتوفونيست أو البسيكوموتريسيان أو يكونوا دايما موجودين بالسنتر يعني عطول لحتى يكون في مراقبة تامة لهالولاد أو لهالطلاب، لأنه فعلا يمكن أوقات أشياء كتير بسيطة ما بيلاحظوها الأهل، أو أشياء بسيطة كمان على عدد التلاميذ اللي عم بيكون بالمدارس كمان ما في الشخص يقدر يلاحظها. قديمهم وجودهم يكون ضروري بالسانت، يعني حتى لو ما كان في أبدا أي كا عندكم ولازم يكونوا موجودين لحتى يتم مراقبة هالطلاب. ضروري يكون موجود، لانه قلت لك مش بس كمان بالدرس، اوقات مخرج الحروف عند الطالب الصغير منا مزبوطه، وهيدا الشيء بسبب له اوقات تنمر من بعض الطلاب طبعا موجودين بالمدارس، خاصه بلبنان التنمر لما نحن بنلاحظ عنده مخرج حروف غلط لهالطالب الصغير، نحن كمان بنقول للمختص عنا الاورتوفونيست بليز شوف شو فينا نعمل لهالطالب انه نحسن له اللفظ لما يتعرض لا تنمر، ولا مثلا بوقت يكون عنده قراءة أو ريدنج يتلبك أو ما بده يقرأ قدام الطلاب الباقيين، لأنه بعدين بده الطلاب يتمسخروا أو يتنمروا على الطريقة اللي هو قري فيها. هون الأورتوفونيست كمان بيساعدنا. في عندك الشباب اللي عم تنقل مرحلتهم عمر 12 ل 13 لما ببلش يرجل صوتهم، في منهم كمان ما بيكون الصوت مزبوط، بيكون شي رفيع وشي تخين كمان، وهون في كمان بيصير في تنمر عليهم. لما بنلاحظ بالسنتر انه هيدا الشيء موجود والطالب متضايق من هيدا الشيء، كمان هون نطلب من الاورتوفونيست يتدخل ويصلح هيدا الشيء عبر اكزرسيسات بيعطيهم للطالب يعملهم بشكل يومي ليحسن طبقة صوته. نعم. ونتخلص من هالمشكلة اللي هي شي صوت رفيع وشي صوت تخين. نعم. هيدا الشيء كتير بيساعد الطالب، وفي عندك قلت لك التلاميذ مش بس النطق تبعهم او صوت رفيع او عريض، في عنا كمان اللي ما بيقدروا يركزوا لوقت طويل هو كمان بيتعالجوا، بس بيقدروا يركزوا ويعطوا اكثر ونتيجه افضل. نعم. سو هون نحن بنبقى مبسوطين بالانجاز اللي عملناه، والاهل بيبقوا مبسوطين طبعا، والطالب بيكون مش بس مبسوط، اكتسب ثقة، صار عنده ثقة بحاله. نعم. يعني ما بقى يستحي أو يخاف يحكي بين رفقاته أو قدام رفقاته. نعم. أو يطلع يعمل برزنتيشن قدام الصف، يصير عنده ثقة أكتر بحاله. اكزاكتلي. نعم. كاتيا كمان معنا اتصال، بقول مساء الخير. مونسوار. مونسوار. مونسوار، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعليكي، مين معنا؟ مايك مدام ميمو.
اهلا وسهلا مدام ميمو. ما نسالك سؤال كثير بسيط. نعم. السؤال بيقول شو هو العضو يلي بيفرز هرمون الانسولين؟ هل هو الكبد او البنكرياس؟ البنكرياس. نعم. اهلا وسهلا فيكي، اكيد ربحتي معنا، ربحتي جائزه قيمه من ميديلين، ينعاد عليكي. ميرسي كثير، ميرسي. انا اهلا وسهلا. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك تاني، ما تروحوا لبعيد، انطرونا راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا بالمحور الاخير من هالستوك، طبعا دائما عبر شاشه الاو تي في. رجعنا لك كاتيا، هيك ارتحتي، سالناك كثير اسئله. طبعا كاتيا، السؤال اللي دائما يمكن المشاهدين بيسالوه اليوم، اذا الطالب بده يفوت على مركز تعليمي، يمكن باول السنه دائما بينطروا الاهل بيقولوا تنشوف الريزلتا او النتائج عند الطالب، ساعتها بنقرر اذا بعدين بنحطه بالمركز. عاده اذا الطالب ما فات اول سمستر، التحق بالمركز التعليمي بثاني سمستر او بالثالث، هل في نتيجه من هيدا الموضوع ولا لازم من الاول، من اول بدايه السنه الدراسيه يلتحق بالمركز؟ انا بنصح الاهالي يفوتوا التلاميذ من اول السنه، لانه اوقات الطالب بيطلب من الاهل انه بليز ما تفوتوني على سنتر، انا بدي اتكل على حالي، انا بدي اعمل شغلي، بدي ادرس، وبننطر النتيجه الاولانيه. اذا كانت نتيجه الاولانيه كثير المعدل واطي، بتاني فصل انا ما بعود بقدر عليله المعدل انه يوصل لمحل انه يقدر ينجح سنته او يقطعه، لانه بيكون بعدنا كثير. بعدين بأول السنة بياخدوا دروس كتير مهمة وأساسية لدروس اللاحقة، طبعا ما هن دروس مرتبطة ببعض، عم يتحضروا عم يتحضروا. لما أنا أول جزء راح والطالب منه محضر مزبوط، وجبتي للطالب بتاني جزء من السنة، بده يكون عنده صعوبة، بده يصير عنده صعوبة دوبل، لانه اول شيء بدك ترجعي لورا، بدك تلحقي له يلي راح عليه، له اللي راح عليه، وترجعي تلحقيه باللي هو هلا عم يعمله بالصفوف وعم بيدرسه، ليقدر نتيجته شوي تبلش تتحسن. ونحن لنبلش التحسن يبين، ما ببين من اول جمعه ومن اول جمعتين مثل ما بفكروا الاهل، بدنا على القليله شهر ليبلش الطالب يبين النتيجه ويبين النجاح، والعلامات تعلى والثقه تكبر، ويبلش يحب يقعد يدرس اكثر ويسال اكثر ويستكشف اكثر عن المواضيع اللي هي مطلوبه منه. مشان هيك انا بنصح كل اهلي يبلشوا من اول السنه مش من نصها. هلا اذا جابوا بنص السنه انا ما بقول لا، الا اذا كان الصبي كثير بعيد، لانه اكيد بالنهايه انت ما فيك توقف قدام اهل وتقولي لهم سوري ما عطى السنه، انا ما بقدر اعملها، انا بدرس وضع الولد، بدرس شو عامل اول فصل. اذا في من ضوء اقدر انا ساعده يقطع السنه ونمي له المهارات اللي هو ما اكتسبها بالاول، يرجع يكتسبها من النص وبالرايح، انا مستعده ساعد الطالب واوقف لجنبه. بس اذا هو كثير بعيد بفضل لا، لانه مثل ما قلت لك بالنهايه انت بدك تواجه الاهل. صحيح. كاتيا كمان معنا اتصال. بونسوار. الو بونسوار. الو مساء الخير. الاتصال انقطع. كاتيا اكيد هيدي شغله كثير مهمه انه اليوم الطالب يلتحق من اول السنه طبعا لحتى يكتسب كل هالمهارات، وطبعا الصعوبه يلي عنده اياها يلي متراكمه من قبل، هيك بس يفوت من اول السنه طبعا الامور بتصير اسهل للطالب وللاهل طبعا. لثلاثتنا، لانه نحن ثلاث عناصر، اذا ما اشتغلنا مع بعض ما بيوصل الطالب مطرح ما هو طامح يوصل. نعم. كاتيا رح نرجع ناخذ الاتصال. بونسوار. الو بونسوار، معنا على الخط مدام روني. بونسوار مدام روني، عم تسمعينا؟
نعم طبعا كاتيا عم نقطعك، ولكن الاتصالات عم تكون كثيفة جدا على بروجرام هيلستوك، ودايما عبر شاشة الاو تي في فعلا كلهم بيحبوا هالبروجرام وكل برامج الاو تي في. يعني كاتيا اكيد طبعا اهم شيء الاهل يفكروا جديا بموضوع الطلاب، وخاصة في شغلة بحب أقولها، أنه يمكن كتار من الناس إذا بيفكروا أنه حطوا الطالب بمراكز تعليمية ممكن يحسوا بوصمة عار، أو هيدا الشيء بيستحوا أنه ابني منه شاطر، يمكن شو بده يقولوا عنه العالم. هيدا وصمة العار قدي صعبة بمجتمعنا طبعا، والتنمر دايما أنه يمكن شخص بالعائلة بيتنمر على شخص تاني أنه أنت مش شاطر مشان هيك حطوك أهلك بمراكز تعليمية. قدي صعب هيدا الموضوع، قدي كمان بتواجهوا هالشي وبتحسوا من الطلاب كمان يمكن ما عندهم هالعزيمة هالقوة أنه يروحوا على المركز لأنه بيخافوا من التنمر أو بيخافوا من حكي الأشخاص اللي حواليهم. اللي عم بتقولي كتير صح، لأنه كتير أوقات بيجوا أهالي أول ما بتفوت بتقلي أنا ابني كتير شاطر، بس أنا لأنه بشتغل وما بقدر انتبه على دروسه، أنا جايبته تستبق الأمور. نعم تستبق الأمور. سو نحن نفهم عليه ومنقلها أهلا وسهلا فيك وبالطالب، والسانتر منه للضعاف. نعم. السانتر هالأيام أنت بتعرفي أنه البرامج فيها تحدي صار. نعم. لأنه صار عندهم وسائل الميديا والتكنولوجي كتير عم بيتنمع قول الولاد بطريقة أوقات غلط أو صح. صحيح. سو هون المركز لازم الطالب يجي على المركز مش لأنه ضعيف، بفرح. نعم بفرح، ولأنه هو بده يشتغل على حاله، بده يحسن من أدائه. نعم. ولأنه هو بالبيت ما في كنترول من الأهل، وبصفوف الصغيرة ضروري يكون في كنترول للأهل. نعم. لأنه قد ما كان الطالب شاطر بالنهاية هو ولد. نعم. هو بحب يروح يلعب، هيدا الأساس، يروح يتسلى. نعم. مش همه الدرس كتير بكتير مراحل من عمره. نعم. هون إذا الأم عم توصل على 5-6 من شغلها ومش قادرة تلاحق الولد، هون الولد بصير يخسر سنة ورا سنة، ونوصل لمحل الولد مهاراته التعليمية بتنهار. نعم. وهون صار كتير صعب علينا نرجع نرمم هالمهارات. مشان هيك الولاد مش الضعاف بس لازم تجي على السنترز، الضعاف والقوية والمناح، لأنه لما بتشتغل مع سبيشالست نحن بنعرف كيف ننمي كل المواضيع المطلوبة للتلميذ يطور حاله. نعم نعم كاتيا، رح ناخد كمان اتصال. بونسوار. الو الو، بونسوار، مساء الخير. بونسوار. اهلا وسهلا، مين معنا؟ كارول. كارول اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. مرسي وعليكم. كارول ما نسألك سؤال هيك بسيط جدا طبعا، رح اسألك شو هو نوع الخلايا الموجودة بالدماغ؟ هل هي موجودة؟ بالدماغ. نعم. هل هي الخلايا الحمراء او الخلايا العصبية؟ الخلايا الحمراء او الخلايا العصبيه بالدماغ؟ العصبيه. العصبيه طبعا. مبروك كارول، طبعا ربحتي معنا من سمايل سيتي سنتر هديه قيمه، من اللي كنعاد عليكي واهلا وسهلا فيكي. ميرسي، ينعاد عليكم. نعم معنا كمان اتصال. بونسوار. بونسوار، مين معنا؟ روني. اهلا وسهلا مدام روني. مدام روني، بدنا نسألك سؤال جدا بسيط، هو شو هو الفيتامين اللي بياخده الجسم من أشعة الشمس؟ هل هو الفيتامين E، الفيتامين C، ولا الفيتامين D؟ فيتامين D. نعم الفيتامين D. مبروك مدام روني، ونحن كمان من عيدك من الأو تي في وربحتي هدية قيمة من سنت أوف ليبانون باي ريميال. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ثانك يو حبيبتي. اهلا كاتيا. الطالب اللي بده يفوت على مراكز تعليميه من اي عمر فيه يبلش؟ فيه يبلش من عمر الكندر جاردن، يعني عمر 3 سنين او 4 سنين. بالنسبه لإلي اذا الطالب عمره 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين اللي هي المرحله الاولى التاسيسيه، هيدي ما لازم الام تستهتر فيها انه هي صف واطي معلي انا بقدر اجي على شيء. بالعكس، هيدا هيدول الصفوف
هنا اهم صفوف هيدي مرحله تاسيسيه طبعا exactly. نعم. لما بنأسسه صح الولد مشي مرتاح على طول بالطريق الصحيح على طول بيقدر يكتسب من المدرسه ومن المراكز اللي بيروح عليها بطريقه كثير مظبوطه وقويه يعني بيقدر ياخذ كل المعلومات المطلوبه من مدرسته ومن المراكز بيصير هالطالب مهارات كثير مهاراته قويه نعم بيصير متمكن اكثر صفوف صغيره لازم كثير الام تهتم فيهم نعم. لانه مثل ما قلت لك هن الاساس ما هو متى لقط الحرف الولد هو يكمل طريقه بكل سهوله نعم كاتيا كمان معنا اتصال بونسوار بونسوار مساء الخير مين معنا معكم نسلان غراوي اهلا وسهلا ينعاد عليك وعليكم بدنا نسالك سؤال كثير بسيط رح نسالك بطلع. سؤال ونقول لك شو هو اسم المرض الناتج عن قلة الانسولين بالجسم هل هو الضغط او السكر بس سوري ما سمعتك منيح رح ارجع عيد السؤال شو هو اسم المرض الناتج عن قلة الانسولين هو اسم المرض نعم الناتج عن قلة الانسولين نعم بالجسم هل هو الضغط ولا السكر انسولين سكري نعم سكري اكيد مبروك ومنقول لك ينعاد عليك من الاو تي في طبعا ربحت معنا جايزه من غندور اير كونديشنر اهلا وسهلا فيك ميرسي ثانك يو اهلا وسهلا ميرسي كاتيا طبعا هيدا الموضوع شاسع وكبير ويمكن اذا بدنا نفوت بتفاصيله اكثر طبعا في كثير قصص تنحكى عن هيدا الموضوع وفي كثير مثل ما بيقولوا زواريب لحتى نعرف قد ايه الطالب فعلا انه يكون عم يستفيد الاهالي مبسوطين انتم بالسانتر مرتاحين لانه كمان السانتر له اسم وطبعا بس يصير في نتائج ونجاحات بهيدا السانتر طبعا كمان هيدا الشيء بيعود لكم بالفضل وبيعود للأهالي اللي عم يوثقوا بهيدا السانتر ويحطوا أولادهم طبعا فيه رسالتك هيك بآخر حلقتنا للمشاهدين اللي عم بيشوفوك يلي بيخافوا أن يحطوا أولادهم بمراكز تعليمية شو بتقولي لهم هالمراكز شو ممكن تقدم لهم وشو بتوجهي لهم رسالة خاصة نحنا كمان بشهر الأعياد أنا بدي أقول لكل الأهالي المراكز انعملت لتساعد أولادكم وطالما نحن موجودين لنساعدهم ما في ضرر بالعكس لازم يتشجعوا يجيبوا أولادهم على المراكز ينموا عقول أولادهم يبعدوهم عن الشاشات الصغيرة اللي بيحملوها طبعاً. كل النهار يساعدون بكل الطرق ليوصلوا بنهاية الأمر لناس فعالة بمجتمعهم نعم. لأنه نحن كل رسالتنا شو نوصل هالولاد تصير شباب تصير بهالمجتمع ناس فعالة ناس عندها مراكز ناس تساعد غيرها ناس تقدم خدمات لمجتمعها ويبرزوا بالمجتمع ويبرزوا طبعا. بالمجتمع وكل ما برز طالب وبتشوفيه كبير وناجح بحياته بتصير تقولي أنا كنت معلمته نعم. هيدا كافي لإلي ولكل معلمة بلبنان بتفتخر إنه طالب من عندها نعم. طلع ناجح بحياته بهالطريقة طبعا. وأنا بدي عايد كل اللبنانيين وقلن ينعاد عليكم وإن شاء الله هالشهر يكون شهر سلام ومحبة للكل أكيد ينعاد عليك كمان كاتيا مطر استفان أكيد أنا بدي أتشكرك باسمي وباسم الأو تي في على هالمقابلة الحلوة طبعا إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك نحكي مواضيع تانية ينعاد عليك سلف كمان بهالعيد الحلو وأكيد أنا قبل ما أختم كاتيا دايما منحب نرجع نشكر عبر شاشة الأو تي في كل الأشخاص الشركات المؤسسات الأطباء يلي طبعا قدموا هدايا لبرنامج ستوك. أكيد أنا وياكي والمشاهدين رح نرجع نشوف الفيديو سوا
للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة. طبعا بطلب من كل الأشخاص اللي اتصلوا وطبعا ربحوا هدايا قيمة من الأو تي في أنه يتوجهوا على مبنى الأو تي في الخميس المقبل على الساعة 6 طبعا لاستلام الهدايا. جمعة الجاي أو الأسبوع المقبل طبعا ناطرتكم حلقة حلوة وميلادية بامتياز من هالستوك. من هلأ لوقتها طبعا انطرونا، الله معكم.